Що, що, Раше, що, 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 Раше. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد. قبل ما نبدا الحلقة ديال اليوم بغيت نسول الجمهور اللي حاضر معنا، واش كيعجبكم فن الراي؟ ها؟ واليوم مشاهدينا حاضر معنا واحد من أشهر نجوم الراي في المغرب العربي. الضيف ديالنا بدا المسار الفني ديالو على سن 7 سنوات، قدم أكثر من 80 ألبوم وأكثر من 700 أغنية. اليوم حاضر معنا نجم الراي الشاب بلال. مرحبا بك. اهلا، مرحبا بكم. نهار كبير هذا. كبير بكم، كبير بكم. الجمهور تفاعل مع الاغنيه ديالك وغنى معك، غير هو جاوني الكلمات شويه قاصحين. كتقول فيهم شوف كيطلع ليه الشان، شوف شوف كيطلع ليه الشان. شوفوا هذاك الجيعان اللي بالخف نسى كي كان، نسى كي كان، نسى كي كان. كاينين هاد الناس هادو بزاف بزاف. وختمتيها بأبالية بالا. أبالية بالا. حاليا كتقلب على البالا بغيت. نعيط لهم بالبالا. والأغاني ديالك بلال كاملة كتغنى في هذا الاتجاه، دائما عندك أغاني كتغني على مواضيع اجتماعية، ولكن كنحسوا في الكلمات ديال الأغاني ديالك بحال باغي تكلاشي شي واحد. لا لا، هي غير تبان لك، هي ما هي أنك على شي ناس، على شي ناس. كاينين هاد الناس بصح ماشي كلاش، ماشي واحد معين.
كتكلاشي مجموعة يا جماعة جماعة المستوية. واحد القديم بلال، غادي نمشي معك الكلمات الأغاني ديالك، ولكن قبل غنسولك على واحد القضية. أنا في الأول قلت لهم استقبلوا معايا النجم الشاب بلال. واش كيبان لكم باقي شاب؟ والله العظيم لا لا صراحة الشاب بلال. شوف بلال، سمعوا ليه الناس في الكاسيت، سمعوا ليه في السي دي، سمعوا ليه في الدي في دي، شافوا شي أغاني ديالو بيدوك حلقة سوري وباقي شاب. ما يمكن. لا هي انت دابا باقي كتبغي هذا اللقب ديال الشاب. انا ضد هذه الفكره تاع الشاب هذه، ما نبغيش هذا الشاب، نبغي موفق بلال ولا المطرب بلال ولا زعما، باسكو الشاب هذه مي صاير راحت هكا الناس في الراي والفوا الناس. اولا الشاب خالد، شاب مامي، كاع شبان، وحنا صاري رانا بدينا ندخلوا الشيخوخه. إذن الشيخ بلال الأكثرية تاع الناس زعما الحمد لله، نظن زعما الأكثرية تاع الناس يقولوا لي الشيخ، الشيخ بلال. واه مي أنا ما ساعدني لا شاب لا شيخ، قول لي بلال توكور وصافي. مع ديك الربطة اللي داير في راسك دابا الشيخ بلال. والله العظيم أنا الشيخ بلال. غادي نرجع معك للأغاني ديالك والكلمات الأغاني ديالك، وقول لي لمن كتوجه هذه الكلمات هذا. كي قلت لك في الاول كنحسوا بان الكلام ديالك شويه قاصح مقارنه مع المغنيين بزاف ديال الراي. كاين بزاف تيغنيو على الاغاني العاطفيه وعلى الحب، انت ما كتغنيش على الاغاني، علاش؟ القالب تاعي ماشي في هذاك، ما كبرتش في السونتيمونطال و كبرت مع ناس الغيوان وكل شيء. ما هي الناس الغيوان بيان ناس الغيوان. مادام ذكرتي ناس الغيوان وقبل ما نمشي معاك لهاد الكلمات الاغاني، غادي نطلب منك واحد الطلب اليوم وغيكون اوماج للفرقه الكبيره ديال ناس الغيوان. تسمعنا شي مقطع من ناس الغيوان، بلال يغني الغيوان. انا بغيت غير قبل ما المقطع، انا بغيت نقول كلمه في حق ناس الغيوان. مانيش عارف لي ما بالك، على بالي بلي الناس ما يعرفوهم كاع، بصح هادو الصغار كلشي ما يعرفوش ناس الغيوان. ناس الغيوان راهي هي مدرسة كبيرة كبيرة أقسم بالله كبيرة. بلال واش نفس معنا ديال ناس الغيوان اليوم؟ الصينية. شوية شوية أنا نسيت شوية. يلا مقطع ساهل. ناس الغيوان طبعا فرقه كبيره، معديره شويه نسيت شويه، واللي اغانيها بقات خالده وسمعوا لها اجيال واجيال. منهم هما اللي السيوجي نتاعنا تاع تقريبا 80% من الاغاني ديالي اجتماعيه، اللي من الواقع المجتمعي. هذا جاي من ماشي غير ناس الغيوان، من شاب جيل جلاله، السهام، الرصاد، كيغنيو على قضايا وطنيه وقضايا اجتماعيه. غادي نرجع للكلمات ديالك كيف قلنا، وغادي نقول لك مثلا كتقول اغنيه ديالك حنا كيما هاك نديروا الخير ويدور علينا. درتي الخير في شي حد ودار عليك؟ لا ما يعني ما عشتيش هذه القضيه في حياتك؟ بزاف بزاف. تدير الخير في شي واحد، شحال من واحد تعاونه وتهلا فيه وكل شيء، ونهار اللي يولي بخير انت الاول اللي يدور عليك. اللي كاينه كتقول في اغنيه ديال شريكي، كتقول يهضروا وجوه الميزيريه اللي نصهم جيعان، يهضروا اللي ياكلوا الجلفه.
هادشي راه قصح السي بلال. لا ما قصح والو، عند الناس عندنا هذه حاجه عاديه زعما تبان لي هذه كاع الناس تعرفها، غير انا غنيتها برك، مي الناس كاع في راسها. واخا اشنو هي ملي كتقول شريكي شريكي استالا فيستا؟ شنو هي استالا فيستا؟ زعما باش نجبد بها الناس استالا فيستا، الناس تجيهم ساهله، كما كنا نحكوا على ابالي ابالا. انا نظن كون ما درتش ابالي ابالا ما كانتش تبان، بورتون فيها شوف شوف كيطلع لها الشان كل شيء. ابالي ابالا باش نجبدهم، باش نجبدهم عندي كيما لانسون، باسكو الناس تبغي تبغي النشاط وتبغي. كتقول استالا فيستا الدنيا غداره. الدنيا غداره. غدراتك الدنيا في شي حال؟ واه ماشي غير انا، درات بزاف. الله يبارك بزاف. يقول الشيخ بلال في احدى اغانيه: الله يخلي لي جيبي ويخلي لي الصحه، اما الباقي غير روايات. جمهور حاضر. هذا الشيء صحيح. هذا الشيء صحيح. الى خطات الصحه رحت راح مولاها. صح. ملي كتقول باقي غير روايات يعني المال، يعني الاصدقاء، يعني الباقي غير روايات، زعما كان الباقي كل يتعوض، كل شيء يتعوض ابار الصحه، زعما محاله تعوضها. حشمنا منهم استعمرونا، كتقول في اغنيه اخرى. حشمناهم استعمرونا كيكوروا فينا كيدلع. انا راه بقيت كنسمع الاغاني قبل من هذه الحلقه وفليتهم. واش باين حشمنا منهم استعمرونا ويكوروا فينا كيدلع. دي فوا انت يكون عندك صاحب ولا انسان تعرفه ولا انت زعما تقدير له وتكبر به وتطيعه وكل شيء، مي هو عند راسه باللي انت هو خير منك، زعما انت خايف منه وكل شيء. حنا وصلنا في واحد الوقت اللي خلطنا الخوف مع القدر، انت تقادر واحد وكل شيء والسيد الاخر اللي تقادر فيه يحسب انت يقول لك انا راشد من يشوفني ولي يدير هاك يخاف. انت لا، انت هذيك تربيه برك، الاخلاق ولات الناس تتعاير بها. انا ما نظنش باللي جدي الله يرحمه لو كان على باله باللي نوصلوا هذا الوقت ما كانش يقول لي باللي ما تكذبش وكونك صادق وكل شيء. راك فاهم زعما هي صبري، هما رباونا بصح ما كانش علينا هكا، باسكو دروك واحد مربي ينغبن بزاف في هذا الوقت. اللي قد تكون عندك 10 وجوه، تكون كذاب، وجهك قاصح، عندك الوجه. وكاين اغاني ايضا اللي دويتي فيهم على القيم، بزاف ديال القيم المجتمعيه. واحد الاغنيه كتعجبني بزاف كتقول فيها: تعلم تحمد ربي شكون ضامن روحو غدا، ضامن روحو غدا، ما تحسد ما تهضر في ناس، ما تهضر في ناس، بدا بروحك، بدا بروحك. بعدا كي تصاحب واحد في الفرح صاحبه في الشده. غادي غادي نسمعوها اليوم من عندك. ثقات على بلال. تعلم تحمد ربي شكون ضامن روحو غدا، ما تهضر ما تكذب
تهضر في ناس بدا بروحك بعدا. هذا رساله قويه هذه. بزاف الناس كيهضروا كيحسدوا وما كيخدموش. يعني كتلقى الناس كيهضروا في ناس اخرين كوغي يخلصوا ولا عندهم زعما كوغي عندهم زعما من حياه عطوها لهم ولا نجي نقول راهم خدامه معليش وقاعدين هكا ما عندهم ما يديروا باسكو باطل باسكو الهضره غراتوي زعما باطل يدير شيء يبغي ويا خير صبغي ما تهضر ما تقطع في ناس بدا بروحك بعدا هذاك الديفو اللي انت باغي تشوفها في هذاك السيد اللي باغي تهضر فيه انت شوف روحك انت بعدا الى واش ما عندكش عيوب كاع وشكون هذا اللي ما فيش ما عندهاش عيوب ما كاينش الكامل والله هو وغنيتي ايضا اغنيه سميتها كاع نبغوا دراهم كاع لاي درجه مم انا مم انا مم انت اعتراف كبير مي انا في الغنيه ما قلتش انا كي كتبت الغنيه ما قلتش كاع تبغوا الدراهم كاع قلت كاع نبغوا كاع نبغوا الدراهم زعما انا ثاني معاهم ودراهم يبدلوا الناس شويه بزاف بزاف دراهم ولا لا واحد الوقت كانت شويه واحد الوقت كانت شويه مي في هذا الوقت ولا كما حنا نقولوا ولا الدورو ولا الناس ولات الحاجه الوحيده تاعها المهم تاعها هو الدراهم ماشي كاع مي الاغلبيه تاع الناس ولات بزاف الدراهم ولات بزاف الدراهم مي هذه كاينه في كاع زعما هذه ما غاديش نردوها زعما مشكله الزمان الدراهم كانوا من بكري هكا الناس تحب الدراهم وانا نظن واحد اللي كما قلت انت يا الدراهم ما يديروا القيمه الدراهم ما يديروش قيمه وكاين كاين كاين بزاف امثله وكاين كاين خطره تلقى واحد عنده الدراهم ومنا وهذا وكل شيء وما لاقيش مع من يحكي يروح يخلص الناس ولا يعيط فلان ولا يهاديك ولا بدراهمه باش يقولوا يبغوه وكل شيء وكاين بس كل المحبه والقبول تاع الناس يجي بدراهم ولا بلا دراهم ولا بلال سمعت بانك درتي واحد الالبوم سميتو 1 مليار 1 مليار وين هذا هو الرصيد اللي عندك في البنكه بالضبط الناس يحسبوا لا 1 مليار هذه اغنيه واحد يحب وحده زعما يبغيها مليار يبغيها بزاف واحد انا قالوا لي مليار تهضروا على الكونت لا بصح مليار ماك ماشي غير دراهم مليار حساب هذا تنجم تكون مليار طابله مليار نظهر مليار هذه زعما واحد يقولها نبغيك مليار بزاف مليار بلال الا سولتك انت طبعا عندك جمهور كبير في المغرب والمغرب العربي والناس تبغيك بزاف وتتبعك وتسمع اغانيك وكل واحد عنده اغنيه مفضله من اغاني ديالك الا قلت لك انت شنو هي الاغنيه المفضله عندك بلال اللي كتقول هذه بالنسبه لي احسن اغنيه قدمت ما نجمش نقول هكا والله عندي بزاف اغنيه عندي ما تقدرش لا وكاين بزاف وانا متاكد ان عندك لداخل واحد الاغنيه يمكن كتعجبك اكثر من الاخرين لا درجه بالك يمكن درجه درجة إلا بغيت توصل درجة هي ماشي أنا غنيتها هي غير من بكري الناس تقولها غير هي أنا غنيتها من بكري تسمع الناس يقول لك إلا بغيت تنجح
غير دوقا دوقا غير حبه حبه بشويه عليك ما تقلقش. هذه فكره عامه الناس من بكري كاينه عند انا جاتني في راسي قلت علاش ما نديرش درجه درجه الا باغي تربح على واحد باش ما تتسرحش ومين تتسرح غادي تلقى صعوبات ولا واش هذه مثلا نقدروا نقولوا من وصفه من وصفات النجاح انك تمشي درجه درجه يمكن انا نظن ما درجه درجه زعما الانسان ما يكونش طماع واحد يكون قانع معليش درت هذه غادي نخسر فيها الخطره الجايه نزيد ندير حاجه واحده اخرى وغير بشويه باسكو واحد كيتقلق ينجم يزلج ولا ينجم يعثر ولا ينجم يدير غلطه حياته كاع من بعد يقول لو كما درتش هذه وكما صراتش هذه وكما زعما الاعمال ديرها خطوه بخطوه ما غاديش تنجم دير بروميير ايطاج من بعد دير دوزيام ايطاج وكاتريام ايطاج غاشي الا درت بروميير من بعد تروح السيزيام وتروازيام كاتريام سيكيام وين راه انا ما كرهتش اليوم نسمع مقطع من هاد درجه درجه هي الاولى سي رشيد يلا شان رجل العيان الزعميان خبينا ودي تقول باريسان يبرعت بالناس لعبها يفهم قدر حارة عمره ما قراه يبينا كاع سمو بهدا درجة درجة لا بغيت سلبح عندك غير طيح بغيت بغي الريح سندم ندمة وتغسل في لاباب بلال في الاول ديال الحلقه كنت قلت للجمهور قلت لهم اليوم معنا واحد الضيف اللي غنى اكثر من 80 البوم وعنده في الرصيد ديالو اكثر من 700 اغنيه حنا ملي كنا كنقلبوا راه داكشي كثير تبارك الله كيفاش هذا الانتاج تبارك الله اللي كان بواحد الشكل ما هذه ما زعما ما دايرتهاش اكسبري ما درتهاش بالاني هكا كنت نبغي نكتب ندخل للدار هكا نقعد شويه نلقى روحي كاتب اغنيه جوج نعاود غدوه نكتب ثلاثه ونعاود نكتب ما حسبتش كاين شي عام اللي خرجتي فيه تقريبا 100 اغنيه سمعت يمكن في البدايات نتاعي كنت نخرج تولي 3 موا هكا 3 شهور ولا كنت نخرج البوم كان فيه 15 16 هكا لايف وكل شيء ما كنتش نحسب كاع ما كثرت ودابا مي بصح ما درتهاش بالعانية كتكتب الاغاني ديالك يعني بوحدك ما كتستعنش بكاتب كلمات اغلب الاغاني ديالك كتبتيهم انت ايه مي هذا ما بغاش زعما هذا ماشي هي بغات تقول بلي انا نكتب خير من الناس كاع لا زعما غير ما كتبغيش تخلصهم وصافي لا يمكن لا 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 يمكن واحد يكتب يجي يقول زعما بلال ما يبغيش يكتب ما يغنيش اغنية تاع الناس مي كي نكتب اغنية انا كتبتها نحس روحي فيها بيان نجم نكتب للناس كاتب للناس مي كي نكتب انا روحي نحس روحي نحس بالموضوع تحس بالكلمات حتى في الاداء يكون احسن الى الكلمات حاس بهم كي تكون اغنيه زعما مؤثره وتكون واقعيه وكل شيء تغنيها من قلبك بصراحه قول لي بلال شي حاجه وقعت لك واه وقعت لي وكتبتي الكلمات اللي كيحكيو داكشي اللي عشتيه وكاين بزاف ياك كاين عطيني غير وحده يلا وحده سموها حشمتي كي دارت لي حشمتي الحشمه نتاعي وين وصلتني زعما كي دارت لي شنتي كي دارت لي سيجي زعما موضوع واحد سلفته حاجه وحشمت باش تقول له ردها لي والسيد
شهر شهرين جوج ثلاثة أربعة تدخل في ربع سنين وبعد تشوف السيد زاد بنا وهذا وزاد صايره بخير ما راش محتاج نورمالمون تجي قال السي فلان تحشم طلب منه داك الشيء إيوا بري تحشم واه بري غنيتها وقلت بالك يفهم هذا ولا بالك شفتيها لي أنت في الراديو يسمعها هو سمعها ما يمشى مانيش عارف لا وشنو دار من بعد؟ ما دار والو ما مانيش عارف لا سمعها كاع ولا الناس هادو ما عندهمش ضمير هذا يقول لك ما غادي ما يسمعها مام هو يقول له هذه راه عليك بلا يقول له لا بلا الناس ملاح وصاحبي كل شيء هاك فاهم يدخل هذه في هذه الاسم الحقيقي بلال موفق بلال موفق بلال موفق غادي نسولك على شي اشياء واش توفقتي فيهم ولا لا وجاوبني بصراحه بلال كان موفق في الدراسه ولا لا والله ما نجمش نجاوبك على خاطرش كنت مليح مي حبست على الظروف كنت مليح كملت الدراسه ولا ما كملتش حبست الدراسه باش نخدم مي ما كنتش زعما مع التواله كما حنا نقولوا كنت بارمي لي ميور وعاد ولا ما قولتش الظروف اللي خلاتك ما تكملش الظروف الجماعية ما خلتك ما تكملش الظروف في الدراسة زعما أنا اللي حبست بلال كان موفق ولا غير موفق في العلاقة مع الأصدقاء في الصداقات يعني حقيقة قبل ما نولي الشاب بلال كنت موفق كنت كانوا عندي صحاب تاع صح من بعد ومن بعد تخلطت واحد مني ولي باين ما توليش تعرف اللي يبغيك واللي ما يبغيكش ما توليش تفرق ما بين صديق المصلحه وصديق ما تعرفش هذا اللي راه معاك على خاطر باسكو الشاب بلال كانوا عندي صحاب باينين بلي صحابي تاع بلال يجي يعيط لي نروحوا نتقهوا بيان وما مدروك ما مدروك ثاني عندي صحاب مي صعيبه باش تعرف واحد يبغيك صاحبه تاع بصح ولا واحد راه غير على خاطر الشاب بلال كاين اللي يبغي بلال وكاين اللي يبغي الشاب بلال صعيبه صعيبه الصحبه صعيبه صعيبه بلال ولا مشي بلال ولا نامبورت كي الصحاب سيتو هذا الوقت راه صعيبه باش تعرف صاحب مانيش عارف حنا عندنا واحد الفكره يقول لك انا ما نبغيش واحد يقول لي صاحبك حكيت له سرك وعلاه تحكي سرك الله يرحم بوك شنو ندير بصاحب لي ما نحكي له سري ونشرب معاه قهوه ويحكي لي هذا تعيط له صاحب يقول لك لا ما تقولش ما تحكيش انا ما نقعد في الدار نبلع على روحي وما نحكي له سري لا والو ما ندير له صاحب لا والو الان عندك صداقات عندك صديق حقيقي ماشي بزاف والله ماشي بزاف لا ما عندي زعما الا في الثلاثه راني عندنا الصحاب تاع صح نعم بلال واش كان موفق ولا غير موفق فرضات الوالدين لا موفق واه موفق مي انا الرضات ديتها على جدي انا كبرني جدي هو اللي شفتي قدام عينك واه هو اللي رباني هو اللي كبرني هو اللي دعا معايا الله يرحمه نعم سمعت بانك في الطفوله تحرمتي من الاب ديالك كيما بزاف من الناس ظروف وكل واحد وقصته كل واحد وقصته مي قلت لك جدي عاودها لي الابوه زعما جدي الله يرحمه هو كان كل شيء قال لي وهي وانا لحد الان زعما جدي وولدي زعما لحد الان هما العزاز عليا تاع صح جديك الله يرحمه الله يرحمه شنو كان الاسم ديالو شنو كان الاسم ديالو حمزه كانوا يعيطوا له الحاج حمزه هذا اللي عودك على كل شيء هذا كل شيء هذا المساس تاعي بداني صحيح ما كانش ما كانش ما يبغي الصواب ما يبغيش الصواب هو المعقول يعني هو المعقول يبغي حاجه معقوله واحد النهار جاتني واحد البريه بلا تامبر زعما كيفاش نعطيك مثال
جاتني بريه بلا تامبر. هو جا قال لي هذه البريه جاتك انت؟ قلت له هو. هو ضربني، كي ضربني قال لي عطاف على ضربتك؟ قلت له هو. قال لي شكون هذا؟ قلت له واحد صاحبي. قال لي شنو دير بهذا الصاحب اللي ما خسرش عليك ما با تامبر تاع ما صفت لك غرا بلا تامبر. مزيان اللي قلت هذه القضيه. انا اليوم عندي لك هاد البريات، سبحان الله العظيم جبتي هاد الهضره هكا، وانا بصح موجود فيهم تامبر ولا ما فيهمش؟ ما فيهمش تامبر. ايوا صافي ما فيهمش تامبر، ولكن عرفتي علاش ما فيهمش تامبر؟ لانك حدايا. صح فهمتي، ما كاينش بيناتنا سعيد البريد. سعيد البريد ما بقاش دروك سعيد البريد. لا باقي 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 صح، باقي كيمشي بالموتور ديالو هذا. غادي نعطيك هاد البريات هادو، كل وحده غادي تقراها فيها كلمه، وغتقول لي هاد الكلمه لمن كتوجهها ولا لمن كتقولها. بسم الله. مازال محتاج ليك. لمن تقول مازال محتاج ليك؟ واش ما عرفتش والله. مازال محتاج ليك. جدي بلا بيك ما كان سوا والو، لي انا بلا بيه ما نسوا والو. لي فان تاعي الجمهور علي البرية الثالثة. البرية الثالثة. اسمح لينا ما درناش التامبر ولكن لا 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 ما كانش المسافة بزاف. ما عمرني ننساك. واه ما عمرني ننساك. جدي هو اللي ما ننساك. بغاو شي يكملوا هادو ولا؟ توحشتك. توحشتك. نقول لك قضية. والله. الناس اللي تعرفني يعرفوني. ما عنديش هذه تاع توحشتك. ما كتوحش. ما نتوحش والله. 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 ما نتوحش بالك بكري ومي بصح كي كبرت وكل شيء وليت نعرف الدنيا كي دايره وهذه ما دابا دابا نقدروا نقولوا بان الاحساس ديال الوحشاش الاحساس ديال الوحشه ما ما كيجيش بالك. مشكله بلال هذه. احنا بعد كلشي توحشت والله العظيم. توحشت حومتي الحومه. الحومه تاعي وين كبرت وجواريني وكاع. يلا شوف هذه اخر وحده. هذه اخر وحده. المسامحه. مسامحه للناس كاع اللي غلطوا في حقي. بلال غادي نشوفوا واحد الصور ديالك دابا. حنا الفريق العمل ملي كيكون جد الحلقه وريني واحد الصور. قلت لهم هذا ماشي بلال. قالوا لي ولكن بلال اقترح علي هاد الصور هادو، وحنا ممكن اننا نوجدوا ليه داكشي اللي بغاه. واش بغيت تشوف هاد الصور هادو؟ باغي نشوف هاد الصور. واش تبغي تشوفهم؟ نشوفهم دابا. صوبنا لك بزاف ديال لوك. لي لوك لي لوك ديالك. تشوفهم؟ اش دير؟ إلا بغيتي بيان سور. قول لي اش من لوك عجبك كثر في هادو؟ لا والله لا ما عجبنيش هذا. ما عجبكش هذا؟ لا أنا ماشي لا سيدي بغيت تشرف فيا. يلا نشوفوا تصويرة أخرى. هادي صافا مليحة مليحة مليحة. مليحة
بالشهر تنتخيلوك بالشهر كيفاش غتكون؟ لا عمري ما تخيلت روحي بالشهر ما ماشي انا بالشهر. لا لا هذا لا لا هذا جوال ولا فيدر ولا لا لا هذه ما عجبتنيش. يلا نشوفوا شي صوره اخرى. دابا حنا دابا حنا تنخيروك في اللوك اللي بغيتي. لا لا هذا ما عجبتنيش هذه. يلا حيد عليا هذه نديرو حيد علينا هذه. لا لا هذا هذا هو الشاب الى ليتا. هذا هذا هو الشاب. وهذا الشاب انا ما تكون شبيبه هذه صافا. علي وي وي هذه صافا. نسولك واحد السؤال اليوم. بزاف ديال الفنانه والنجوم مع الوقت كيمشيو يديروا عمليه ديال التجميل. كيديروا عمليه التجميل كاين اللي كيقاد وجهه كاين اللي كيقاد نيفو كاين اللي كي كل واحد شنو كيدير. واش انت ما عمرك فكرتي دير عمليه زراعه الشعر؟ لا نهائيا. لا نهائيا. انا ميم يقولوا لي نديروا لك الشعر ونعطوك نزيدوك دار نقول لهم لا ما باسكو لا ماشي هي زعما ماشي انا ما نبغيش الشعر سي باسكو الناس كاع تعرفني باللي حتى دابا ولات هذه القضيه سهله بزاف مع التطور. شحال هذه كانوا الناس كيديروا لي بيروك دابا كاين بزاف ديال الجراحين ديال التجميل اللي كيديروا زراعه الشعر. لا صح صح. الو سلام السي المعطاوي. الله يهديك السي المعطاوي. راه هادشي اللي تتقول ما كاينش. السي المعطاوي راه مرتك اللي عندها مشكل ديال الشعر ماشي انت. راه مرتك اللي شعرها حرات بحال الجيكس. واسمح لي السي المعطاوي راه خدينا البويصيلات مع مرتك ودرناهم لك على المشكل في مرتك. ايوا السي المعطاوي انت كنت كتحلم يكون عندك غير الشعر وليتي دابا تتعير في موندكتور. والله يهديك السي المعطاوي. وبسلامه السي المعطاوي. حنا راه ما عندناش احنا ما عندناش هادشي في العياده. احنا عندنا دكتور واعر. بسلامه. اي لبسالات هادي. اهلا والله سي بلالي. احنا فرحانين اليوم جيتي عندنا العياده. قول والله سي بلالي فرحانين. واش عرفتي الدكتور ديالي شحال هو كيتسنى باش تجي عنده؟ غيموت وغيتسطب الفرحه الا شافك. غيموت وعديانو. دقيقة وحدة نعيط ليها الشاب بلال. دكتور الجراح. يا كنقول لك من كون كنزرع ما تبقاش تسد عليا مخي. مون دكتور راه الفنان اللي كنتي كتسنى من شحال هذه جات سلب بين يديك. ما تقولش ليا جاوات صيحجة. لا مون دكتور خطأ. صافي عرفت وهذا الدوزي. لا مون دكتور الدوزي ديجا دازي بقى غيدوز. هذا واحد الفنان كنتي كتسنى من شحال هذه. ما تقولش لي يا ابو زعيتر. قول لي راه ما كاينش. نمشي نزقل لي شي زغبه غنولي وشد ليا نقطع لك. لا لا مون دكتور طل تشوف طل طل غير طل طل مون دكتور. ها طل. اها هو صحيبي شاولا هذا شاولا هذا دكتور. اه درجه درجه الا بغيتي تهبط عندك غير طيح يدفعك غير الريح. نهار كبير هذا والله الا نهار خليد. عرفتي شحال وانا كنتسنى هاد الفرصه ديالي يجي عند الشعب بلال باش انا خصيصا اللي نزرع ليه الشعر في ذاك الراس. تبارك الله. نقدم لكم الدكتور ديالي الدكتور سي مصطفى الزغب اخصائي في زراعه الشعر والتجميل في المغرب. الحمد شرفين. الحمد لله دار بزاف العمليات اللي مسحوا ليه من مثلا زيد الدين زيدان دابا راه شعرو حتى لهنا. اي ولا مسبسب. ايوا نزيدك نوال الزغبي راه جات عندي كان سميتها نوال عاد ولا الزغبي. لا لا كاينه الخدمه. بوب مارلي. اي بوب مارلي تمحن معاه كان باغي واحد الكاليتي ما لقيناهاش درنا له الشعر هذا الكوال ولكن عطا تبارك الله. شوف خلف على تبارك الله. الشاب بلال واش عنده امل تنجح ليه العمليه؟ اي عنده امل اذا كانت عنده الاراده والفلوس. اه وي واش واش 100% تنجح له العمليه؟ 100% ولا ما كان 100% انا اللي نرد 100%. خاص غير الارض عنده تكون سقويه. ولا ما كانش الارض سقويه؟ هنا غنحتاجوا الكوتاكوت ولانكري. ايوا ونزيدك نزيدك حاجه اخرى غير الارض عنده تكون ما فيهاش الورثه وتكون محافظه. شاب بلال بالنسبه للتكاليف ديال العمليه
غاتويتمون ما غتخلص والو، غتخلص جوست الطياره ديالك والوطيل ديالك والفلوس باش غدير العمليه، ومون دكتور غيخدم لك فابور. لا لا يدي فابور ما تضحكش عليا، فهمتي؟ انا زيت عليا تدلاكت وداك الشيء. مون دكتور شنو هما المقادير اللي غنحتاجو باش صدق السيفيلا العمليه؟ قيد سته البيضات، سته البيضات، سته الخمارات، سته الخمارات، وثلاثه الدراهم ديال سكر كلاص. مون دكتور ولكن هادو المقادير ديال الكيكه ماشي ديال زراعه الشعر. وانا قلت لك ديال الكعك، عرفنا هذه الكيكه، حنا بغينا نستقبلوا السيد بكيكه وهذه باش يكون عنده بوكو لينيرجي. ياك اسيدي فهمتي؟ حلي باش تولي فهمتي؟ من دكتور شحال ديال الوقت باش تنجح لي العمليه؟ ماشي بزاف، 30 سكوند حتى 4 سكوند. من دكتور 30 سكوند قليله، انت راه ما قليل والو. انت ركبوا لي هذا. هذا كان ديال الفنار، ما جا وقلت نعطيه لك نتايا، فهمتي؟ راه يجيك اسورتي وشفت على حساب المشوه ديالك. طلع انت سخن لي الماء. من دكتور ندير لصقه؟ ندير لصقه وجد لصقه حتى هي. رشيد ما غتبدلش اللوك. لا من بعد انايا من بعد. فهمتي؟ ولا راه داك راه قدام شويه باش يجيك شويه اسورتي مع داك الشيء. ياك اسيدي. وتبارك الله عليكم احنا فوقا وديروا دوج وعدنا الله يرجع لكم. نتفايلوا معكم هذا الصباح. الله يرجع لك. بلال غادي بالمناسبة غادي نمشي نشوف واحد الفيديو، واحد سكتش ديال واحد السيد اللي مشى يدير زراعة الشعر. واش صدقات ليه العملية في دارك ولا لا؟ صدقات لي ولا لا؟ أنا سولتك أنت. ما عرفتش. يلا نشوفوا ونهضر. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في العيادة اللي هي ديالي لإنبات وزراعة وسقي الشعر. معنا هاد الحاله هادي، شنو المشكل اللي عندك دابا دكتور؟ انا عندي الشعر ما كيفوتش هاد الحد هذا. وما كانش يكون طويل باش ملي ندوش ويرطب ندير ليه. دابا الشعر عندك حدو هنا؟ معايا انا غيطوال. شحال بغيتي؟ 6 كيلومتر ان شاء الله. مستعد للعمليه؟ مستعد. فريده بنجي لي هذا 6 يطرو ديال البنج، رشيه لي من الفوق. من بعد 48 ساعه من مور العمليه هانتوما غتشوفوا معنا النتيجة. زيد أولدي. إيوا فرحان بشعرك؟ ها؟ زوين زوين زوين. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. عندي واحد المشكل. مشكل؟ كنشم فيه ريحة العرق. إيوا راه عادي يا أستاذ تشم في شعرك ريحة العرق، حيت حنا ما لقيناش منين نهزو لك الشعر، فاضطرينا أننا نهزو لك من الطوابق، فهمتيني؟ ودرناه لك هنايا ماكلة ودواء. وشنو هو الحل باش مابقاش نشم ريحة العرق؟ سهلة أستاذ، الحل هو بقى ترش عليه ديدورو من الفوق هكا بتي وسقيه من الفوق بحال هكا وغتولي إن شاء الله مزيان. يلاه سير بابا الله يرضي عليك. تبارك الله الكليان. دكتور لاباس؟ مرحبا سيدي. أنا بغيت نزرع الشعر. ها؟ بغيت نزرع الشعر. وين يا ولدي أنت راه عندك الشعر شنو فين بغيتي تزرع هذا الشعر؟ بغيت نزرع الشعر في نيفي. نيفك؟ ويلي والناس تحيد الشعر من نيفها وانت باغي تزرعو في نيفك؟ وي انا راه باغي نزرعو باش نحيدو. دابا انا شريت واحد الماكينه كتحيد الشعر من النيف، فاش بغيت نحيدو ما لقيتوش، قلت اجي نزرعو باش نحيدو. نخليو الماكينه تزيد. شحال شريتي هاد الماكينه؟ ب 2600. سير بابا هرسها وسير بحالك لدارك. الا كنس كي داير واحد دايره بسبعه وواحد شاري ماكينه ب 600، الله يعطي لبابك العافيه. بلال خرجتي واحد الاغنيه سميتها خليني ساكت. اغنيه فيها 5 دقائق، هادشي غير ساكت. خليني ساكت. لو كنت دويتي شحال غيكون فيها بسلامه؟ كنت غادي كون مازال راني نغني. كل راني مازال نغني لو كان دويت. علاش قلتي خليني ساكت في الاغنيه؟ باش بنادم باش ما يدويش بزاف وباش ما يهضرش بزاف. اختصرنا همومنا وش كاين في قلبنا وكاع شنو نخمو، درتهم خليني ساكت. ما تفكرنيش ما تزيد تعاود. واش فيت بلال دار شي اغنيه مثلا ودارت ليه المشاكل مثلا؟ كاين دي فوا هكا مي تافهه زعما، مانيش عارف كم مريض انت تعاندني انا، يجي واحد اخر يقول لها هذه دارها على فلان وهي مال على فلان على والو، هي قضيه اجتماعيه و هدف معين اللي باش ندرت به الاغنيه انا. كتقول كيف قلتي في الاغنيه ديالك ويلي ويلي ويلي
ويلي على ايامنا ويلي على ايامنا. اشنو الحوايج اللي افتقدناهم الان دابا مقارنه مع ذاك الوقت؟ هي الاولى راحت لنا اللمه. ما بقاوش اللمه، ما بقاتش هكا. بكري كان الجار يدخل عند الجار وولاده يدخلوا عند ولاده، هذا كيقصر مع هذاك، تلقى دار الباب محلول والجار يجي يدخل يجيب لهم هكا يعطيهم حاجه، ولاو يتقاسموا واحد يشري حاجه، احنا نقولوا يشري واحد الصندوق تاع التفاح ولا، يقول هكا روح يعطي الجارنا رشيد اعطيه شويه باش يدير الصغار كل شيء. هذه اللي افتقدناها ما بقاتش. واللمه واللمه والجماعه والحكايات، هذا فرقنا بزاف. ايه ولات التليفون العبرول في هذا الزبقه، انت مريح مع بنادم تلقى جماعه قاعدين هما كاع اونسومبل، هما فرح با اللي حداه ما يهدرش معاه ويهدر مع واحد في كندا، هكا هو حداه ويهدر في كندا. انا اليوم بغيت نسمع مقطع من هذه الاغنيه ديال ويلي على ايامنا، ونرجعوا الناس لهذا الزمن الجميل هذا. شفتك هاد النهار كامل وانت كتغني ما درتيش ليا حتى شي ديديكاس، ما بقيتيش كدير لي ديديكاس في الاول. اه في خاطر فلان ايوا هادي. اه شوف انا كذبوا عليا شحال هادي، يقول لي هذاك المغني راه عنده واحد البنيه سميتها ايا ولدها ولده سميتو هادي، تيقول ايا وهادي. اه ولا صبري واه الحزمين ايا وهادي خاطر اه كانوا ماشي بزاف من كاين واحدين كانوا حاسبين آية وهادي، زعما البنت آية ولا هادي. لا انا نقول آية وهادي زعما اي وهادي اي وهادي. يلا ديرنا شي ديديكاس دابا. آية وهادي في خاطر راسي تشوف الجماعه المستويه كاع موسيقيين وياسين كازاوا كازاوا. بلال غادي ندير معاك دابا واحد الاختبار ديال الموسيقى، نشوف واش كتعرف اغاني مغربيه، غادي يعزفوا لك مقاطع منهم وتحاول تعرفهم. شوفوك الاعداء. مرسول الحب فين مشيتي فين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا ونسينا وقلب ما تعود. برافو عليك، هذه سهلة. مرسول الحب الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي، راه حافظ ما عندي ما يتسالك. واو قديمة بصح يعني نسها. واو
سامي سامير سامير المشاهب المشاهب مجموعة المشاهب اللي غناها طبعا الفنان نعمان الحلو بلادي زينة البلدان وغنات ايضا معاه لطيفة رأفت نسمعوا واحدة اخرى هذا هو الزمن الجميل هادي بلال كيغني خليني بعيد خليني شي حاجه جديده واعر هذا تبارك الله عليك بلال ربي يحفظك نسمعوا اخر مقطع حافظهاش بزاف بصح انا باش برافو يا شوشاون يا نواره برافو عليك مام الحلو اجي نقول لك ولا عطيتو شي حاجه دراي وما عرفهاش غيكون مشكله ايوا بصح نعطيو شي حاجه دراي يلا ايوا شمع عمرو عمرو بس على التيت راح لي التيت والله لا راح لي باي هذا لا ذا شكون اللي قال شمع عمرو شكون اللي قال تلاقاو بعد فراقنا فكر عليكم بلال واش سبق وشاركتي في شي مسابقة ديال الراي؟ مسابقة ديال الراي؟ كمشارك ولا كعضو في لجنة التحكيم؟ لا ما عمرك شاركتي فيها؟ حنا عندنا واحد المشاركين جاو باش يشاركوا في مسابقة ديال الراي. الراي تبغي تشوفهم؟ واه ماذا بيا نشوفهم. يلا نشوفهم. سادتي أنستي مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المسابقة العالمية راي تالنز كما العادة كنستقبلوا جوج المشاركين سي دريس مرحبا بك سي فؤاد مرحبا بك واجدين عارفين شنو المسابقة على بركة الله أتمم الأغنية الآتية شدوها عليا البوليسية جواب خطأ البوليسية هي اللي كتشدك ماشي كيشدوها لك عندك نمشيو للسؤال الثاني مباشرة بماذا تشتهر أغنية الراي؟ جبراح أعطيني شي مثال؟ الراي سون إيديسيون بريزونت شاب بيلال يو هادي في خاطر محسين ناس بريون في خاطر ناس مالاقا سان هاوس إيديسيون إيه فيدا لوكا ندي إحنا كيما نديرو الخير أيا بالي شكرا إسماعيل شكرا جواب صحيح
برافو عليك. نمشيو للسؤال الثالث. من صاحب أغنية ظروف؟ بلال. جواب خطأ. شكون؟ عبد العزيز تاتي. يا حكمت عليها الظروف يا تشرب الماء وتردي الخواطر تريرين بدكش. خويا بلال، بلال موفق. الان غادي نمشيو لفقره الماسك. هاد الفقره هذه كتعرفها الا تبعتي البرنامج. الفقره كيكون عندنا واحد الضيف مخبي مور ديك لا فينيتر، كيكون لابس واحد الماسك. انا بغيتك تحاول تعرف عليه وتسولو باش يدخل عندنا البلاطو. تفضل. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ لاباس. انت صاحب ولا واحد من لا فامي ولا؟ انا صاحب. كان جمعتنا خدمة. من الدومين تاعنا؟ قاعد في الدومين الفني؟ ايه. ونتعارفوا هكا؟ تعرفني شخصيا؟ ايه. و تشوفني بالمناسبات ولا تشوفني كل يوم ولا خطرة في الزمان؟ المناسبات. مناسبات. آخر مرة شوفنا شحال عندها؟ في 5 سنين، وكان وقع واحد المشكل بيننا. فين هاد؟ واحد الحفلة. والحفلة فين؟ فرنسا. في فرنسا. ومن هذاك الوقت ما تهدرناش؟ لا. ومن هذاك الوقت ما تشوفناش ولا تشوفنا؟ تشوفنا ولكن ما هضرناش. تشوفنا ولكن ما هضرناش. تبغي نحلوا النافذة؟ نحلوها. يلا. عرفتي ولا ما عرفتيش؟ انا ما عرفتش. اش بغيت نقول؟ من هذه 5 سنين ما تهدرناش كاع. لا. وكان بيناتنا مشكل. ايه. على هذاك المشكل اللي ما على هذاك المشكل. وكنت صاحبي. كنت صاحبي صاحبي ولا صاحبي من بعيد؟ كنت قريب لك. قريب لي. واه. وقع مشكل في واحد الخدمه من تما تقطعت العلاقه. وقع واحد المشكل وحبست العلاقه. شحال انا وياك دوزنا من عام؟ شحال الصحبه تاعنا؟ شحال كانت؟ ما كانش طويله بزاف. عامين. عام كون واحد 9 سنين. 9 سنين. وشكون اللي كان شكون اللي غلط فينا؟ انا ولا انت؟ انا. انت شحال في عمرك؟ 39. 39. ومازال تراك في الدومين هذا تاع الدومين الفني؟ مازال. تبغي حيد الماسك؟ لا. لا. ما بغيتيش حيد الماسك؟ لا.
الا ما حيدش الماسك ما غاديش يدخل. ما يدخلش وهو اللي كان غلط واللي شاك فيه ما يستاهلش يدخل. ما يدخلش ولا يدخل انا نخرج. بلال كيرفض كنحترموا هذه القضيه كنعتذروا منك ما بغيتش نقول الاسم ديالو باش احتراما اسمح لينا. شكرا اللي حضرتي معنا. بلال صاحبي انت مالك كتجري؟ رشيد جيب الشاب بلال ما تعيطش ليا غترود. انت مالك اش واقع؟ قول لي اش كاين بينا؟ جاب الشاب بلال وما علمنيش. ما علمكش حتى هو السلطات المحليه. يا رشيد ماشي مشكلك انت علاش بغيتي علمك؟ ليش؟ انت راه فان ديال الشاب بلال صاحبي. انا نحبك انايا. راه حنا كاع فان ديال الشاب بلال ولكن غويت ليش؟ انا بقوه ما فان ديال الشاب بلال عنده واحد ديسك كنت مزك لي 1 مليار دو فوا في النهار. مزك انا عرفتي شنو؟ اش من ديسك؟ شريكي ايستالا فيستا. ايه شريكي شريكي دنيا غداره. ايه شريكي اجي بعدا قول لي شنو هي ايستالا فيستا؟ ما عرفت سولو هو انا ما عرفت. ياك انت حافظ ما فهمش. ما عرفت. عارف بعد هاد الاغنيه هادي علاش غنى؟ علاش؟ دابا هو كان هو واحد صاحبو تشاركو داروا مغازا ديال الحوايج كيبيعوا البيرميدات. واحد النهار واحد النهار شاب بلال مشى حل الصباح لقى صاحبو بدل القفوله وهرب. شريكو فاش بدل عليه القفوله غنى عليه شريكي ستالا فيستا. هي دابا ستالا فيستا هي القفوله. سوارت ما لا صافي هو مغنيها الديسك صافي. لا وتصنتي الديسك الاخر ديالو. اشنو؟ ترى دار واحد الديسك ما يمكنش. اشنو سميتو؟ خليوني ساكت. ضرب لي شي 22 مليار ديال المشاهد. باب هادشي عا خليوه ساكت ضرب 20 مليون. اما كون هضر كون هرس اليوتيوب. اجيك عنده هو واحد الاغنيه فيها خليوني نهضر وراه هضر وما تصنط ليه حتى واحد وكعا وشا دار خليوني ساكت. هذا المرات سكات حكمه. انا باش كيعجبني السي بلال هو الفيديوهات ديالو كاملين في الاستوديو ما يخرجش كيخاف من البرد والاحترام. زيد عليها وما يجيب لا دريات معاه لا طيح لا والو. داكشي مؤدب. نهار واحد اللي جاب دريه مشى حطها في القهوه لهي هو رجع للاستوديو يغني ثاني. هي في القهوه ومقابله كي ندير ومعاك انت يا 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 هبلتيني غاب العيني. تاسل الديسك عاد جابوها لي خلصها ومشات. عارف هو عارف هو علاش شتي حط الدريه لهي هو تيرجع للاستوديو يغني؟ علاش؟ تيغني كي ندير حيت يقدر يدوز خوها يقدر يقول ليه زرقتي ليا العينين ولا شي حاجه. صعيب صعيب الحال. برافو. انا باش كيعجبني السي بلال هو عنده ورقه وستيلو في جيبو دائما اي حاجه كتوقع كيكتب عليها اغنيه. فراسك واحد النهار كان غادي تيجري في الدروز زلقطاه قال لهم درجه درجه حيلا بغيتي توصل عندك غير طيح ما تزربش الزربه خايبه. في اخبارك راه كلاشة واحد التريتور ديال الماكله. لا حط لهم بلال كتكلاشي وي كلاشة تريتور ديال الماكله. اش قال لي؟ حط لهم المرقه باسله ويقول لي ما بقات بنا اجمع هادشي. اجمع عليا كاينه هاد ما بقات بنا عندك هاد الاغنيه. ما بقات بنا كاينه ما بقات بنا. لا لا على المرقه ماشي على شي حاجه اخرى. في راسك واحد القضيه انا راه عندي تاريخ ماشي غير هضره في الريح. قديم في الراين. انا قديم في الرايه الوقت ما مساعدتنيش وصافي. كيفاش؟ حتى انا غندير الشاب بلال شي لعيبه. دابا كاين الشاب بلال المغربي ايوا وكاين الشاب بلال الصغير. وانت اش غدير؟ انا غندير الشاب بلال الغليظ. بارك الله. عليه هي. سير كاع سمعني اش كتعرف تغني. شي لعيبه. سير. صنع هاوس ايديسيون بريزونت الشاب بلال الغليظ. خاطر بلال. ايوا هادي. صافي صافي حبس حبس.
حبيش صعيب انا صافي حبيش لا تديش على هذا الشاب الى الغليظ الله يهدي لك دعي دعي معاه شي دعوه ديال الخير يتوب من هذا الشيء ان شاء الله يولي معروف ومشهور ان شاء الله شناهي شناهي عاود عاود معروف ومشهور امين يا ربي امين وتحمل واحد فينا امين اشكوني والله اشكوني والله قول اشكوني بلال عرفنا بانك انت طبعا درتي تجربه طويله في الميدان الفني سافرتي لفرنسا ومشيتي واحد الوقيته كمهاجر لفرنسا اي ومن بعد بقيتي تما كي كنقولوا بالدارجه حارق حارق مده كلونديستا كلونديستا شنو هي اصعب مرحله دوزتي في هذه الفتره هذه اصعب مرحله دوزتها كاع في حياتي في هذيك الفتره في هذه الفترة صعيبة والله من غادي نبدا لك ما زعما بزاف الصحبة العائلة الوحش الحومة الوحدانية صعيبة صعيبة بزاف واحد إذا كان مخلق كما قلنا ونعاود نقولوا لها غير يحشم وكل شيء تولي وحداني تاع الصح ما تهدرش على حقك تسمع انت على بالك باللي انت خير من هذا السيد وهو يولي يحكم فيك ويقول لك دير هذا كان صعيبه بزاف زعما الغربه كي واحد ما يكونش عنده الوراق وما يكونش عنده زعما اميتي زعما سور ويكون خدام ينغبن بزاف صعيبه بزاف نعم غنيتي على الغربه بزاف شنو اشهر اغنيه على الغربه واه ميلانو واعرة الغربة والهم بابور اللي جابني بزاف بزاف عندي بزاف على الغربة تسمعني شي أغنية على الغربة؟ مش عارف كنديرو كيف بابور اللي جابني ولا ميلانو واعرة ولا الغربة والهم الغربة والهم الغربة والهم الغربة والهمة وتوجوري اسطوان كبرنا وشبنا ومازالا صغارا ما درنا والو دارها الوقت ورانا ندمروا عاد الناس سيطروا ما قدمنا والو الغربة والهم وتوجوري اسطوان كبرنا وشبنا مازالا صغارا ما درنا والو دارها الوقت ورانا ندمروا وعاد الناس سيطروا ما قدمنا والو شبنا مازال صغار ما درنا والو دار هالوقت رانا ندمروا ما عندنا سيطرو ما ضبنا والو شاب بلال تبارك الله عليك يبارك فيك غادي ندوزوا الان للفقره ديال لو جوكر الجوكر هذا شنو بغى يقول هذا الجوكر ايوا شوف انت مستعد لهذه الفقره هذه كيف واش انت بخي لهاد الفقره هذه لا زعما ما واجد واجد معناتها يلا غادي نشوفوا فقره الجوكر ولكن قبل غادي نشوفوا واحد لو سكتش ومن بعد نتلاقاو سيدي اشنو كتعرف على الشاب بلال بلال والله عمر هذا السيد الرجوله دايره عرفتي شوف نتكدى عند وانا والوالده والمدام والخلاص وقت ما عندك خلص الله يعمر لي الدار على مداوى سيدي بلال مول الحانوت اللي كاين تحت الدار ديالنا الشاب بلال راه مغني هو كيغني ودير حانوت لا راه كيغني من شحال هادي كان كيغني وجا دير الحانوت دابا عندنا خطر داك بلال سير اشرف الله يسهل بلال ما بغاش سير سيدي واش كيدير دابا بلال عرف اشنو بغيت سيدي اشنو كتعرف على الشاب بلال الشاب بلال تعرف تنتمزك ليه لي بوك يامات نواريب
نتمزك البلاد وصلنا داك الديسك ديال حنا كيما نديروا الخير ويدوروا علينا ناضي. اه وانت كدير الخير؟ لا انا تندور على اللي تيدير فيا الخير فهمتيني. وانت دابا لما درتيش من انا غندير معاك الكاميرا شحال دايره يا شيرين بياسه مزيانه. سيدي شنو كتعرف على الشاب بلال؟ الله يا ودي الشاب بلال عزيز عليا بزاف وكثرت ما كنحماق على داك السيد المدام كانت ولد كنت نسمي الدري الشاب بلال. وسميتيه الشاب بلال؟ لا تزادت دريه وحنا نسميوها الشابة الزوانية تبارك الله. دابا ما كاين اللايفات في تيك توك كبسوا وليدي لا فين مدخول هذاكشي. الشاب بلال فقرة جوكر نبداو؟ نبداو بسم الله. إوا لا بغيتيني نجاوب نجاوب. نجاوب نجاوب. بلال اتهموك شي ناس انك تخليتي على الاب ديالك في الوقت اللي كبر محتاج ليك. اشنو الرد ديالك على هاد الاتهامات؟ هذه اولا الاب ديالي توفى ماشي بزاف عندها الله يرحمه. وهاد الاشاعات تاع تخليتي على الاب ديالك مين احتاج لك ما لقانيش هي العكس تخلى عليا ونهار اللي يحتاجني لقاني. والله يجعل ربي يغفر له ويسمح له ويكون من اهل الجنه ان شاء الله. وهذا كلامي الاخير ونعرف بلي الناس تزيد وتزيد وتزيد في الهضره مي ربي راه شاهد وربي على بلاش كاين في القلب. وهذه هي الاب تاعي انا ما عرفتش كاع عرفت حتى كيكبر والله غالب عليه وهذا مكاتيب. وهذه الهضره ما منهاش تاع الصح وبصحيح تاع بصح تاع سيون فيريتي تاع بصح. والناس اللي تعرفني تعرف اللي تعرف ابي وتعرفني انا على بالهم بلي راني نقول في الصح. هادو غير بعض المشاغبين اللي يبغوا يطيحوا بيك ويبغوا يقولوا فوالا من المحال. انا كيف نتهلا في جاري ونتهلا في صاحبي وما نتهلاش في بويا هذه من المحال. لا هذه نجاوب عليها هذه نجاوب عليها. كاين بعض الناس كيقولوا بان خفت بريق النجوميه ديال بلال. النجوميه ديال قلات قالوا الناس. شنو الجواب ديالك؟ النجوميه ديالي قلات مي انا نظن بلي هذا شيء عادي. القديم يبلى مي يبقى. جورج واسوف ما راهش كيما كان جورج واسوف تاع واصاله ما راهيش اصاله. وهذا ما يعنيش بلي اصاله ماشي فنانه هي لي جينيراسيون يتبدلوا والجيل هذا جديد ونخلو كل واحد يعيش وقته وكل واحد يعيش. لكنني نتابع وما سهلاش باش تبدا من 94 انا في 2022 الحمد لله. انا اللي بديت في 94 كنت نقول الا قفلت الا لحقت على 98 راني غايه. انا في 98 في 2000 وانا في 2020 الحمد لله يا رب. واني جيت باش نشرح لك جورج واسوف مغني كبير واصاله مغنيه كبيره وعبد الهادي بالخياط مغني كبير. هذا ما يعنيش بلي ما يعرفوش يغنوا هي كل واحد ويعيش في وقته. نزيد هادي جوكر. بلال كيرفض يجاوب على هذا السؤال
ونمشيو لاخر سؤال. هذا نجاوب هذا. بلال، كاين شي ناس في الدومين كيتهموا بلال وكيقولوا بانه نكر الجميل ديال واحد الفنان اللي هو الشاب نصرو. الشاب نصرو اللي قالوا بعض الناس بانه وقف معك في البدايه ديالك وشجعك والان دورتي عليه وجهك، واش هادشي صحيح؟ هي صحيح، الشاب نصرو ساعدني وعاونني وكلنا صحاب في الاولى وبيان كل شيء، بصح دابا رانا كثر، دروك رانا كثر، ولو كان اللي يعرف نصرو يعيط له ويقول له بلال انا يوميا معاه في الهاتف وربي يخليه ليكم صديق وهو على باله. ومحي ما بيناتنا عندنا هادشي ما كانش هو بروحك غادي يشوف ليميسيون غادي يضحك، باسكو نصرو صاحبي تاع بصح والله يعمرها دار وربي يدوم محبتنا، وهذه غير اشاعه ما كان والو. شاب بلال باقي. مشاهدينا، شاب بلال الفقره ديال الميكسور. بلال، واش بعدا كيعجبك العصير؟ العصير يعجب كاع الناس وانا بالاخص. والعصير دراشيت شو؟ مانيش عارف. سا ديبون. واخا سيدي. دير لي العصير بالثوم. العصير تاع الثوم. لا. بلال، السؤال الأول كيقول. أي. شكون هو مغني الراي رقم واحد في المغرب العربي؟ شاب خالد. واو. برافو عليك. نحط لك البعويد دابا. فلتي من البصلة دابا. بصيف من البصلة. يلا نمشيو للسؤال الثاني. بلال، شكون هو مغني الراي اللي مستحيل دير معاه ديو؟ اللي ما نعرفهاش. مستحيل ندير معاه ديو. خاصني اسم مغني الراي اللي مستحيل ندير معاه ديو. لا نجم ندير معاهم ديو. لازمني نقول اسم؟ كاين شي واحد اللي واخا يقترح عليك تقول ليه لا؟ كاين ضروري. ما فهمتش، زعما مستحيل، زعما انا ما نقدلهش ولا انا 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 لا ما تبغي عليها. لا ما تبغيش تقول ما نديرش مع ديو. ما نجمش نقول، ما جايش. ما تنجمش تقول. واخا شنو نديرو؟ واش نديرو البيض ولا الثومه؟ البيض يا خويا، البيض. العصير هذا. يلا. هيا سهل سهل شوية. كاينين بزاف د المغنيين في المغرب كيغنيو البوب، الأغنية المغربية الشبابية. شكون هو في نظرك أفضل مغني مغربي تميز في هذا اللون الغنائي هذا؟ في نظري أنا. نعم. سعد المجرد. وتحية لحاتم عمور والبهاوي وكل شيء. اسمح لي. مبغاتش. هذا. أيوا حبة. راك غادي مزيان لحد الآن غادي مزيان. من الخيار. القرعة. بلال. نعم. إذا كان عندك اختيار دير ديو مع جوج ديال الفنانين، مع من تختار دير ديو؟ الشاب مامي ولا الشاب نصرو؟ الشاب نصرو. الشاب نصرو. كيوي. ونقدموا
نسلموا تحيه لمامي ونسلموا عليها تحيه لمامي طبعا. راك كتجاوب ها غادي مزيان. هذا جاوب مي هذا ما يعنيش بلي انا ما نبغيش حياتي مع عمور والبهاوي ومامي ولا لا هذا نهضر هذا اختيار تاعي انا صحابي ونقادرهم و بلال بصراحه بصراحه شنو هي افشل اغنيه قدمتي في مسارك الفني من نهار بنتي؟ بزاف بزاف والله بزاف. واخا عطيني شي اغنيه كتقول ندمت درتها ما اسم ديالها بزاف واحده منهم لالا العروسه ما خارجه كاع القانون تاعي كاع بغيت ندير زعما اغنيه تاع العراس من بعد ما بزاف بزاف ما غاديش ندير لهم بزاف الاغاني موفيز بيبليسيتي مي بصح عندي بزاف ياك تصفيقات على بلال علي تاع بصح يدير انت تبارك الله عليك شوفها واحد اللي ما جاوبتيش عليه ياك واحد اللي ما جاوبتيش عليه ما جاوبش على واحد على هذاك تاع شكون اللي ما نديرش معاه دي بلا سكر بلا سكر ها بلا سكر لا بلا سكر بلا سكر هذا راه مليح فيه 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 غير ملاح انت ما تشربش هيا بسم الله ايوه هادي ايوه هادي لا لا غادي نعقل على الروسات غادي فيه الليمون فيه الافوكا والمزاح واه لا ما فيش الافوكا فيه البيض اه البيض باش نديرها في الدار بلال تبارك الله عليك يبارك فيك كنشكرك اليوم لحضورك معنا ودوزنا معك وقت زوين اقتصبتي معنا بزاف ديال الاشياء شكرا لك بزاف ومرحبا بك في اي وقت ربي يحفظك اليوم بغيت نخلي لك كلمه تهضر مع الجمهور المغربي اللي كيبغيك شنو تقول لهم اليوم وشنو تقول لنا وباش تختم لنا الحلقه ديال اليوم انا شنو غادي نقول الاولى نشكرك انت مرحبا بك وعلى هذا الاستضافه اللي عرضتني في هذا البرنامج الله يحفظك هذه اولا انا عارف روحي غالي عند غالي انا على بالي بلي كاين ناس تبغيني وكاين زعما يعزوني وكل شيء وشعور متبادل زعما ربي يخليهم لينا ان شاء الله ويطول في اعمارهم وان شاء الله ان شاء الله الحصه ما نكونوش درنا حاجه ما عجبتهمش ولا درنا حاجه ما عجبتهمش اعذرونا وكاع بنادم غلط وما كاش كاع اللي ما يغلطش وربي يحفظكم ويخليكم لينا والله ينورنا كاع والله يحفظنا هذا مكان شكرا بلال بلال شنو الاغنيه اللي تبغي تختم لينا بها نجيب لك الميكرو واش نديروا انا كتعجبني واحد الاغنيه عندك وهي احسن حاجه ممكن نسالوا بها اللي هي امين يا ربي امين ترضى علينا وتنجينا امين بلال هذا ان شاء الله امين يا ربي امين ونجينا آمين آمين يا ربي آمين تحفظ كل واحد فينا آمين آمين يا ربي آمين ترضى علينا ونجينا آمين آمين يا ربي آمين ترضى علينا ونجينا خايب يتسعى
سكما ويلا قينا غير مع ولاد الخير ربي بعدنا وين ما كاين هما ربي بعدنا من اللي بغى تطير واللي يسعد وخايب يتسكما ويلا قينا غير مع ولاد الخير امين يا ربي امين تحفظ كل واحد فينا امين امين يا ربي امين ترد علينا وتنجينا امين امين يا ربي امين تحفظ كل واحد فينا امين امين يا ربي امين ترد علينا وتنجينا امين شكرا شكرا شكرا.